خاصة أنه سيشهد الكثير من المستجدات والتحسينات لا سيما في الشق البيتاغوجي، والتي تدخل في إطار استكمال برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في قطاع التربية الذي حظي برعاية كريمة واهتمام كبير ومتابعة دقيقة من طرف السيد الرئيس. أذكر منها على سبيل الذكر ولا الحصر تجهيز 1700 مدرسة ابتدائية جديدة باللوحات الرقمية، إعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي من خلال تقليص من عدد المواد المدرسة في الطور الأول من التعليم الابتدائي، مع تأجيل تدريس بعض المواد إلى الطور الثاني والثالث من التعليم الابتدائي. تدعيم الأنشطة الرياضياتية والرياضية والفنية من خلال تنصيب الهيكلة الجديدة لمواد الطور الأول للتعليم الابتدائي، حيث سينتقل الحجم الساعي الأسبوعي الممنوع للأنشطة في هذا الطور من 7% إلى قرابة 20%. مضاعفة الحجم الساعي الأسبوعي لنشاط التربية البدنية والرياضية، مضاعفة الحجم الساعي الأسبوعي للأنشطة الفنية، تدعيم نشاط الرياضيات بألعاب رياضياتية، مضاعفة تعداد التلاميذ الملتحقين بأقسام التربية التحضيرية ليقارب 100%، والتأسيس لنظام متابعته، استكمال تنصيب اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي بإدراجها في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، الانتقال بتنظيم امتحان تقييم المكتسبات على مستوى الأطوار الثلاثة المنظمة للتعليم الابتدائي بعد أن أثبتت المقاربة الجديدة لهذا الامتحان جدواها من خلال تسجيل تحسن ملحوظ في نتائج السنة الأولى متوسط بفضل المعالجة البيداغوجية التي استفاد منها تلاميذ السنة الأولى متوسط، والتي سمحت بمعالجة النقائص التي شخصها امتحان تقييم المكتسبات الدراسية لنهاية مرحلة التعليم الابتدائي الذي اجتازه هؤلاء التلاميذ خلال السنة الدراسية الماضية. وهناك مستجدات وتحسينات كثيرة أخرى ستميز الموسم الدراسي المقبل، نذكر منها كذلك على سبيل الذكر ولا الحصر إطلاق مشروع المدرسة الدولية الجزائرية الافتراضية لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج. لأول مرة في تاريخ التربية الوطنية سيتم إطلاق مدرسة افتراضية لتدريس أبناء الجالية الجزائرية بالخارج وفق البرنامج الرسمي لوزارة التربية الوطنية، وهذا عبر مختلف دول العالم تكريسا وتجسيدا وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة الاعتناء بجالية جزائرية بالمهجر وإعطائها نفس الحظوظ ونفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنون داخل الوطن، وتمكينها من كل أدوات التمدرس كما هو الحال بالنسبة لأبناء الوطن بداخل الوطن. الاعتماد الكلي على الرقمنة في تسيير بعد استكمال مسار الرقمنة بنسبة 100% مع نهاية هذا الموسم الدراسي، لتصبح كل العمليات مرقمنة في الموسم الدراسي المقبل بحول الله. تبني دفتر الشروط الجديد لاعتماد مؤسسة التربية والتعليم الخاصة هي بعض المستجدات التي سيشهدها القطاع في السنة الدراسية القادمة 2024-2025، وهناك المزيد من الإنجازات والتحسينات سنطلعكم عليها في أوانها. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.